مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل وكل متتبعي البرنامج الرياضي الأسبوعي Future Sports. الأخبار الرياضية على الساحة المحلية العربية والدولية دايما نستعرضها معكم بشكل مفصل. اليوم الأبرز رح يكون معنا أخبار محلية وتقارير خاصة عن كأس العالم بالبرازيل اللي بينطلق إن شاء الله نهار الخميس القادم، وبالإضافة لهالشي كمان أخبار دولية متفرقة مثل NBA وفورمولا 1 وتنس رح يكون فيها أنا وزميلي عباس حسن. مساء الخير عباس. مساء الخير لك صبحي ولكل المشاهدين. يمكن الحدث الأبرز اللي رح تبلش فيه صبحي هو مقررات الاتحاد اللبناني لكرة السلية اللي صدرت اليوم بما يتعلق بمباراة الحكمي والرياضي. عباس أكيد هيدا المشكل اللي صار ما بين الحكمي والرياضي هو اللي أخذ الحيز الأكبر من الاهتمام السياسي والاجتماعي بلبنان، على الرغم من أنه المتاجرة وكثرة المتاجرة بالطائفية بكرة السلة رح تأخذ هاللعبة إلى الهوية، لأنه الاستفادة التجارية من الطائفية بكرة السلة مش لمصلحة حدا. على كل الأحوال الإشكال اللي صار وأدى لدفاع إسماعيل أحمد عن نفسه اليوم الاتحاد اللبناني وبعد حوالي الأسبوع أفرج عن مقرراته. خلينا نسمع أبرز المقررات من الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة الماتر غسان فارس، من بعدها منقول موقف النادي الرياضي. انطلاق المباراة الخامسة الأحد 15/6/2014 تستبدل عقوبات التوقيف بحق اللاعبين بغرامات مالية. المباراة الخامسة على أرض النادي الرياضي محدد عدد بالتقنية، وأي زيادة أو إخلال بالعدد أو بالنظام العام يعرض النادي المضيف إلى عقوبة تخسير المباراة. المباراة السادسة على ملعب نادي الحكم غزير بدون جمهور، والمباراة السابعة لازمة في حين، وقرار توقيف اللاعب اسماعيل مباراة واحدة سندا لاحكام المادي 153. هذه هي ابرز المقررات التي اتخذها الاتحاد. فإذن اللي واضح من المقررات اللي اتخذها الاتحاد اليوم هي المقررات على الطريقة اللبنانية، يعني الهيئة كان في تراجع عن كمية التوقيفات اللي وصلت لثمانية وهي كانت مبدئية الأسبوع الماضي، ولكن رايح الأمور وحسب مصادر خاصة من النادي الرياضي، الرياضي رح يستأنف بلجنة الطعون اللي معترف فيها من قبل الاتحاد اللبناني لكرة السلة. ممكن لجنة الطعون تقول أنه إيقاف إسماعيل أحمد غير قانوني، وبالتالي هيدي العقبة بيتم تخطيها عبر عدم تنفيذ القرار، بما انه لجنه الطعون رح تلغي قرار توقيف اسماعيل احمد. هيدا السيناريو اللي ممكن عم ينحكى عنه. وبالاضافه لهالشيء قرار وزير الداخليه الاستاذ نهاد المشنوق بعدم السماح بدخول الجمهور على ارض الملعب، يعني كل هالباكج اللي صارت هي على الطريقه اللبنانيه لحتى انقاذ كره السله وما تبقى من ثلاث مباريات القادمين. صبحي قلت شغله كثير مهمه انت، انه ما تاثر القصص التجاريه، يعني انتخذت كثير طائفيه القصه ولعبه مكشوفه كانت، لا تجاريه يعني مش اكثر من هيك، لعبه مكشوفه بس كبيره كثير ما بيتحملها لبنان. بالتالي كمان اللي لعب هاللعبه انردت عليه عكسيا، لانه مباراه نهار الاحد فاتت العالم بجو المونديال، ظهرت من جو الباسكتبول. صحيح. نتمنى انه ما بقى حدا يلعب باستقرار لبنان بهذا الامر. المونديال قرب والحماس بلش. قبل ما نروح على البرازيل، كيف الأجواء لكم بتلفزيون المستقبل؟ نحن زملاء بنفس المحطة التلفزيونية، أصحاب وأكثر من هيك، نحن عيلة وحدة، إيد وحدة، ومش معقول شي يفرق بيناتنا. إيه بس وقت ما يفوت المونديال على الخط بيصير في حسابات تانية. إيه ومنبطل كتير أصحاب. شايفتيه؟ شايفينه؟ بعد في أكبر منه؟ أكبر علم موجود بالساحة حالياً. ليه؟ ريو دي جينيرو سامبا. مع مين بالمونديال؟ نحن مع المانيا. المانيا وحناخد الكأس بأرض البرازيل 100%، وبكره حتشوفوا. هلا انا مع البرازيل بس بما انه ما طلع البرازيل حاخد ايطاليا لانه الشباب حلوين. طلع البرازيل؟ اوكي خلص انا مع البرازيل. اكيد الشيف شادي ايطالي بامتياز. احنا عندنا السنة على ارضنا ولحن نهزمهم كلهم. ها 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 ها. انت من بيت زيدان وانا من بيت زيدان، انا معك. طيب انا مع ايطاليا. انا مع المانيا. العالم هذا ما بيفوت لعنا على القسم. ما حدا ما بحب الفوتبول، ما بحب انا مع البرازيل. مع مين بالمونديال؟ برازيل. هيك. هيك.
عادي عادي. من انا وصغيره البرازيل بدمي مثل الفن. المانيا ما مع حدا، ما عندي فكره عن اللعبه. ابني عمره 7 سنين بيقول لي البرازيل، بقى انا مع البرازيل. لحظه بس وليد، دقيقه خليه على خط. مع مين بالمونديال؟ مع مين؟ مع البرازيل. انا لانه طابه برازيليه وهي اكيد حتربح 100%. اكيد مع ايطاليا. ما بعرف شيء بالفوتبول. ارجنتين. ارجنتين. مع الارجنتين لانه علمهم ازرق. ارجنتين. ليه؟ ميسي وما ميسي وهذا ترند كله سوا. بدي اقول لهم دخيلهم ما يتحمسوا كثير يعني. ايطاليا وبس، ايطاليا وبس. شفت هيدا قلبه مش كبير ابدا. انا مع اللي حياخذ كاس العالم. يعني مع المانيا. لا ما تشكي لانه السنه ما في مجال. السلام عليكم، انت جود؟ جود الحمد لله. انا اوكي الماني برازيل. وعلى الرغم من هالاختلاف الكبير والحلو بين الزملاء، يبقى اكيد حماس المونديال الشيء الوحيد يلي حيجمع بيناتهم، يلي اكيد كمان حيجمع كل اللبنانيين. نبقى كمان باجواء التقرير الخاصه وباجواء المونديال. تذاكر كاس العالم انفقدت من البرازيل البلد المضيف، ولكنها موجوده بمنطقه الشرق الاوسط وبالعاصمه اللبنانيه بيروت، وحيث عم تنتشر ثقافه السياحه الرياضيه مؤخرا. التقرير بيعطيكم كل التفاصيل. بالبرازيل بلاد كرة القدم، ويلي عشاق هاللعبة هو تماما عدد سكانها، انتظر المئات من المشجعين على أبواب الاتحاد ليشتروا بطاقات، ولكنهم ما تمكنوا من هالشي، والسبب انه كل البطاقات بيعت عبر شبكة الانترنت. لبنان والبلدان العربية هن واحد من هالمراكز حول العالم يلي عم تنشط فيهم فكرة السياحة الرياضية، يلي من الممكن لكم انه تشتروا بطاقات لدخول الملاعب عبر شركة وان بوكس اوفيس العالمية المتخصصة بمنطقة الشرق الاوسط. الشيء اللي فاجئنا هالسنه هو قد ايه العالم، يعني اوريدي نحن صرنا عندنا اكسبيرينس بالورلد كاب قبل بساوث افريكا، ميونخ، بكوريا. سنة يعني كل وورلد كاب عم بيتغير هالاقبال، يعني عم بيصير في عالم اكثر مستعده انه تروح تعمل هالسياحه الرياضيه اللي هلا صارت العالم شوي عم بكون عندها فوكس عليها اكثر، وهيدا الشيء نحن بنجرب نفرجيه للعالم بوان بوكس اوفيس. الجزائر هو البلد العربي الوحيد المشارك بالمونديال هالمره، وجمهوره كمان عم بيكون له اقبال كتير كبير. العالم بالدول العربيه عم بيكون عندها طلب كبير على الورلد كاب، والشيء اللي بفاجئ كمان انه في كتير عنا مثل زباين من تونس والمغرب عم بياخذوا تيكتس تيروحوا يشجعوا الجزائر. بيبقى المهم الاسعار يلي من الممكن انه توصل الى ارقام خياليه، ولكنها بتبلش بارقام معقوله. في عندك تيكت مثلا ببلشوا بال 200 300 باوند مثلا، بتطلع اكيد على قد المرحله المتقدمه من الورلد كاب، مثلا عم نحكي سيمي فاينل اور كوارترز، او حتى في جيمز معينين مثلا البيج تيمز مثل البرازيل جيرماني، شوي الاسعار تصير شوي اغلى لانه حسب كمان الديماند اللي عم بتكون على هالتيكت عم بتكون موجوده. سو عندك بتبلش ترينجز من 200 باوند لبتوصل لل 3000 4000 5000 باوند. حلم كل واحد بحب كره القدم انه يروح على البرازيل، ولكن متابعه المباريات عبر التلفزيون كمان ما بتشكي من شيء. لما يبلش المونديال حتى الفنانين اللي بالعاده بيكونوا ملاحقين من قبل الناس هن هالمرة رح يلحقوا المنتخبات الأجنبية. فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وبمقابلة خاصة لتلفزيون المستقبل تحدث لنا كيف رح يتابع كأس العالم. المونديال بيأكل كل الجو، حتى الفنانين يلي الناس عادة بتلاحقهم وين من كانوا بتتابع أخبارهم هن رح يكونوا مشغولين بهالفترة. أكيد معقول حدا ما يتابع المونديال؟ الأجواء الحماسية بتشد الكل، وفارس الغناء العربي عاصي الحلاني يلي هو صاحب الأغنية الشهيرة قلن إنك لبناني خلال فترة المونديال ما رح يكون هيك. أنا مع البرازيل. وطبعا أجواء البرازيل ما بتغيب عن أجواء بيت الفارس الحلاني، لأنه مش كل البيت على نفس الخط. وعائلتك ألمانيا. شو رح تعمل بالبيت هون وقتها يكون عم يلعبوا برازيل؟ هو بتعرف شو الحلو عنا بالبيت؟ انه في منافسة، لو كلنا بالبيت كنا مثلا كلنا فريق يعني او منتخب واحد، يمكن ما بتلاقي الحماس اللي بتلاحظه لما بنكون كل حدا منا مع فريق.
منشان هيك اذا بتلاحظ يعني كنا نحن لما يكون بالمونديال السابق تلاقي اولادي عم بي مثلا المانيا انا برازيل كولات مع ايطاليا كل حدا منا مع فريق وبتلاقي في جو حماس. بيعتبر عاصي انه اجواء المونديال هي اجواء فرح وفرصه للكل ليبتعدوا عن التشنجات. بتنفس يعني شوي الاجواء المشحونه اللي عم نعيشها بلبنان. اللي بنتمنى انه تكون اجواء رياضيه ما فيها شحن لانه بالنهايه كله فاني. احبوا بعضكم احلى. اجواء الحماس والتزريك عم بيعيش عاصي الحلاني حتى قبل انطلاقه المباريات وهو بيتمنى فوز البرازيل بس شوفوا ليش. شكرا لكم وان شاء الله البرازيل بيكونوا هن الربحانين هالسنه. جاكارا فيك. اكيد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني يلي كمان اجواءه دائما مرحه وحلوه. عباس يعني المونديال بياكل الجو. شوف حتى ابرز الفنانين اليوم رايحين وكل حتى السياسيين بالبلد بيروحوا بيقلبوا كلهم على المونديال. طبيعي جدا. يعني هذا دليل انه الفوتبول هو اللعبه الشعبيه الاولى بالعالم. دون منازع دون منازع. على كل الاحوال بعيدا من هموم السياسه ومشاكل البلد عيون وقلوب اللبنانيين متوجهه صوب المونديال. مثل العاده شغف اللبنانيين بالمونديال بنسيهم همومهم المعيشيه والاجتماعيه وحتى ازماتهم السياسيه. ما في رئيس جمهوريه مش مشكله، المهم المانيا، البرازيل، ايطاليا والارجنتين وغيرهم عم يتنافسوا على اللقب الاغلى. انا الحقيقه بالمونديال مع كل فريق بيلعب حلو خاصه واشجع طبعا بما انه رياضي يعني انا عندي انا رونالدو وميسي اللي هن منتخب الارجنتين ومنتخب البرتغال، انا برايي واحد من هالاثنين بيعمل بطل. المانيا على الماضي خيي، والكاس باذن الله من هلا بتروح تشوفوه ببرلين. كاس ببرلين باذن الله بالمان يعني خلص ما في لا برازيل ولا طليان ولا حدا، الالمان وبس غير. والله في عده فرق عندها حظوظ انها تفوز باللقب خاصه برازيل على ارضها، الارجنتين، المانيا، اسبانيا، هن هول الاربعه الاكثر شيء عندهم حظوظ انه يفوزوا باللقب. البرازيل مين بده يربح؟ البرازيل اكيد، وكمان لانه على ارضهم واكثر فريق ماخذ كاس العالم. ارجنتين. ليه؟ لانه بحب لعب الارجنتين وبحب شجع اهل الارجنتين كلهم. انا ماني مع حدا، ما بحضر لانه فوت ما انا ما بحضر ابدا فوت، بلاقيها اكثر للرجال للشباب اكثر من النسوان. مونديال مع الالمان الابطال ان شاء الله. ليه؟ لانه ابطال وبايرن ميونخ كمان قوي كثير وهن قوي ان شاء الله. مع الطليان. ليه؟ لانه بصراحه بحب البلد كثير وبس هيك عندي تحيز للبلد لا اكثر ولا اقل. بتقول لك بصراحه ما كثير حتى بفهم مين اقوى لاعب ومين هيدا، بس لانه بحب البلد فمع الطليان. ولو لبنان بالمونديال اكيد مع لبنان. لبنان يلي على مر العصور كانت ارضه مسرح لحروب الاخرين وبالرياضه كمان، لبنان عم بيستعد ليعيش هالعرس الكروي يمكن اكثر من الدول المشاركه بالمونديال. هيدا اللبناني وهيدي اجواء المونديال، الكل عم بيستعد ليستقبل هالعرس الكبير يلي رح ينطلق الخميس المقبل. السؤال مين رح يربح وكيف اللبناني رح يقضي ايامه بشهر المونديال. رح اغير رايي بطل مع المانيا على المنظر اللي شفته. على كل حال بخطوه غير مسبوقه للرياضه اللبنانيه فاز رئيس الاتحاد اللبناني للشطرنج نبيل بدر برئاسه اتحاد البحر الابيض المتوسط للشطرنج في الانتخابات اللي جرت في بيروت، وللغايه كان وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج الروسي كيرسان اليوميجونوف. وكيرسان هو رئيس سابق لإحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي لأكثر من مرة ومن ثم رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج. وقام رئيس الاتحاد اللبناني للشطرنج نبيل بدر باستقباله في صالون الشرف في المطار قبل ما ينتقلوا إلى مقر إقامته الجولدن تيليب جاليريا الجناح مكان ما تنظيم دورة الألعاب الفرنكوفونية الثانية للشطرنج واللي اختتمت أيضا بيوم الأحد. قدمت بسبب دعم ترشح الرئيس نبيل بدر لهذه الانتخابات، خاصة وأنه في السنوات الماضية أثبت الاتحاد اللبناني للشطرنج بأنه فعال جدا وتحديدا رئيسه نبيل بدر الذي أدعمه بقوة. لبنان بالحقيقة تغير وضعه كتير من سنتين لهلا. لبنان أصلا حط الأساس، حط السيستم اللي لازم يشتغل عليه من الأساس وبدأ لاعبينه يطلع مستويهم شوي شوي بانتظار موهبة من هالصغار لتلمع بسما الشطرنج العالمي. نحن اليوم ماشيين على الخطة، على الخطة اللي اتفقنا عليها مع الاتحاد الدولي وتقدمنا استخدمنا بالحقيقة مدرب على مستوى كبير من المدرب الفرنسي اللي هو اليوم لحديت اليوم بطل الألعاب الفرنكوفونية.
بعد اختتام دورة المزرعة لكرة القدم لدوائر ومنسقيات بيروت في تيار المستقبل، افتتح قطاع الرياضة في بيروت ودائرة رأس النبع دورة الشهيد وليد عيد السنوية للألعاب المختلفة في ملعب قصقص بوجود نائب بيروت الدكتور عمار حوري وزاهر عيدو والعميد محمود الجمال ومنسق قطاع الرياضة في بيروت أسعد سبيني ومنسق رأس النبع زياد الغول، بإضافة إلى أعضاء منسقية بيروت مروان زنهور ومحمد دوغان وأحمد نخال وجميل كمبريس وحشد من جمهور التيار في بيروت. وبتستمر الدورة حتى يوم السبت وتختتم بنهائي كرة القدم. الدورة بدأت بمباريات التنس مثل ما عم تشوفوا. بدي أذكر أنه فيكم تتواصلوا معنا دايما عبر صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر ولمتابعة آخر الأخبار الرياضية عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sport، وفيكم تحضروا جميع حلقات Future Sports على الموقع www.futuretvnetwork.com. بريك ومنرجع. أنهى الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2010 منتخب إسبانيا استعداداته لنهائيات بخوض مباراة ودية من منتخب السلفادور، صارت يوم السبت بالولايات المتحدة. بالدقيقة الثالثة كان الحكم عم يحتسب ركلة جزاء لمنتخب إسبانيا، وهذا الشيء صار بعد عرقلة الحارس هنري هرنانديز المهاجم دييغو كوستا بالمشاهد اللي عم نشوفها أمامنا. سيس فابريغاس بالوقت الاعتراضات من السلفادور على الحكم المباراة لأنه سيس فابريغاس رح يفشل مثل ما رح تابعه بهز الشباك لأنه كرته عالية كتير عن المرمى رح تمرق. النتيجة تبقى 0-0 ورح ينجح المنتخب السلفادوري أن يقل النتيجة 0-0 في الشوط الأول. بينتهي الشوط الأول تعادل السلبي 0-0، وبالدقيقة 59 إسبانيا رح يكسر حاجز التعادل بهدف رح يحرزه ديفيد فيا، وطبعا الهدف رح يعطي دفع معنوي آخر للمنتخب الإسباني اللي رح يرجع يسجل. وقبل هالفرصة هون اللي عم يخلصها نانديز ببراعة، دييغو كوستا كان عم بيحاول برأسه. وبداية 85 أيضا بسكتس رح يسدد كرة بتروح عالية بعيدة، أما بداية 85 اللي عم نشوفها قدامنا مسافة عالية كتير بتروح بعيدة. بعدها بدقيقتين ديفيد فيا رح يسجل هدف الشخصي الثاني لإله بالمباراة وهدف منتخب بلاده الثاني لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإسباني اللي مثل ما شفتوا معسكر بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتخلص المباراة 2-0 فوز للمنتخب الإسباني قبل ما يروح ويلعب بمباراته الأولى أمام المنتخب الهولندي بالبرازيل. ومنتابع كمان مع أخبار المنتخبات الدولية والفوتبول والمونديال، واختتم المنتخب البرازيلي للفوتبول مبارياته الودية استعدادا لكأس العالم بفوز صعب وغير مقنع على منتخب صربيا 1-0. الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي 0-0 قبل ما يسجل المهاجم فريد الهدف الوحيد للبرازيل بالدقيقة 58. بتذكر منتخب السامبا رح يبدأ مشواره بالمونديال بلقاء المنتخب الكرواتي بالمباراة الافتتاحية للبطولة يوم الخميس المقبل ضمن المجموعة الأولى اللي بتضم أيضا المنتخبين المكسيكي والكاميرون. وصول المنتخب الإسباني والإنجليزي وتمارين المنتخب البرازيلي وأخبار غيرها متابعة بهالتقرير. بجو ماطر وصل المنتخب الإسباني بطل العالم لمدينة كوريتيبا بالجنوب الشرقي مطرح ما رح يستعد ليخوض مواجهة كأس العالم. إسبانيا بتلعب المجموعة الثانية إلى جانب هولندا تشيلي وأستراليا. من جهته أيضا وصل المنتخب الإنجليزي استعدادا للمشاركة بكأس العالم، وكان روي هوتشسون مدرب المنتخب قاد اللاعبين لتعادل مع هندوراس 0-0 بمواجهة توقفت لنص ساعة بسبب الطقس اللي كان هيك. ورح ينزل لاعبين المنتخب والفنيين بفندق رويال توليب جنوب مدينة ريو، ورح يدرب اللاعبين بمعسكر تدريب عسكري. منذكر انه انجلترا رح تواجه ايطاليا بالمواجهة الافتتاحية يوم السبت ب 14 من حزيران، من بعدها بتلعب مع الاورجواي قبل ما تنهي مواجهتها بالدور الاول قدام كوستاريكا.
تجمع مئات المحبين لمشاهدة تدريبات المنتخب البرازيلي والهتاف للاعبي المنتخب يلي لعب مواجهته الاستعدادية الودية الأخيرة يوم الجمعة الماضي قدام صربيا وربح 1-0. هيك والتحق لاعب المنتخب أوسكار بالمعسكر من بعد ما سافر ليحضر ولادة زوجته ليكون عنده مولودة جديدة مطلع الأسبوع وليحتفل بالمولودة بكتابة اسمه على حذائه يلي رح يلعب فيه علما أنه سميها جوليا. هيك وتدرب هالك ودانيال ألفيش بعيدا عن المجموعة. من ذكر المنتخب البرازيلي فاز ب 15 مواجهة من أصل 16 لعبها قدام كرواتيا بالمباراة الافتتاحية اثنينتهم رح يتواجهوا. استقبل مشجعين منتخب المكسيكي بمقره تدريبي بسانتوس مسقط رأس الأسطورة البرازيلية بيلي وتمكن المشجعين من حضور الحصص التدريبية الخفيفة يلي عقدوها اللاعبين قبل انطلاق بطولة كأس العالم. وبيفتتح المنتخب المكسيكي مشواره بالبطولة العالمية بمباراة الكاميرون يوم الجمعة ب 13 من الشهر الحالي. منتخب المكسيك أيضا رح يلعب بالمجموعة الأولى إلى جانب البرازيل وكرواتيا. قال كابتن المنتخب الهولندي ومهاجمه روبن فان بيرسي انه جاهز ليلعب بالمونديال. وبالرغم انه مدرب المنتخب الهولندي لويس فان جال قال انه اللاعب جاهز، بس فان بيرسي قال انه عم بيشتغل ليستعيد لياقته ليشارك بالمواجهه الافتتاحيه قدام اسبانيا ب 13 من الشهر الحالي. واعترف فان بيرسي انه عم بيشعر بالام بجسده كل مره عم بيشارك فيها بالمواجهات وبلش تهشي من سنوات، كما اعترف انه ارتفاع درجات الحراره والرطوبه رح يحملوا تاثير سلبي على منتخب بلاده هولندا. وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريباته مع المنتخب البرتغالي من بعد ما تعافى من إصابة بقدمه هددت مشاركته بالمواجهة الأولى للبرتغال قدام ألمانيا. وتدرب رونالدو مع البرتغال لليوم الثاني على التوالي وكان جاهز تماما. وقال اتحاد الفوتبول البرتغالي أنه رونالدو وزميله راول ماريليس رجعوا ليلعبوا وتعافوا من الإصابة، بينما حارس المرمى بينتو عم يتعالج من إصابة يمكن ما تكون معروفة بعد. وكان رونالدو عم بعاني من إصابة بقدمه وهذا الشيء اللي أخاف محبي البرتغال، علما أنه البرتغال رح تلعب بالمجموعة السابعة إلى جانب ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية وغانا. عم بعسكر المنتخب الروسي ببلدة إيتو البرازيلية الصغيرة اللي ما بيتعدى سكانها 160 ألف نسمة، ويمكن تكون عزلة هالبلدة وصغرها هو السبب باختيار الروس للمعسكر التدريبي. وبلش المنتخب بقيادة المدرب فابيو كابيلو أولى تدريباته، وبيعرف المدرب أهمية الفوز بالمواجهة الأولى بأي بطولة وقت تكون، خاصة إذا كانت بكأس العالم وقت بيواجه كوريا الجنوبية. وبيعتمد كابيلو بتشكيلته كليا على لاعبين من فرق الدوري الروسي. ايضا تمرن لاعبي المنتخب السويسري ببورتو سيغور بالبرازيل، ويمكن بيتفاجئ البعض وقت بيعرفوا ان المنتخب السويسري بيحتل مركز سادس عالميا بترتيب الاتحاد الدولي للفوتبول، حيث تاهل المنتخب لكاس العالم من دون ما يتلقى اي خساره. وبتلعب بصفوف المنتخب مجموعه من الشباب موهوبين وبيأملوا ان يحققوا نتائج ايجابيه. منذكر ان سويسرا هتواجه الاكوادور باول مباراه قبل ما تلاقي من بعد فرنسا والهندوراس. تنطلق المباريات الخميس، فبيلعب افتتاحا البرازيل امام كرواتيا ضمن الجوله الاولى الساعه 11 ليلا. الجمعه بيلعب المكسيك مع الكاميرون ضمن المجموعه الاولى الساعه 7 مساء، وضمن المجموعه الثانيه تلعب اسبانيا مع هولندا الساعه 10 ليلا. اسبانيا هولندا طبعا على فكره اعاده نهائي كاس العالم. السبت بتلعب فجرا الساعه 1 تشيلي مع استراليا ضمن المجموعه نفسها. كولومبيا مع اليونان الساعه 7 بالمجموعه الثالثه. الاوروغواي وكوستاريكا الساعه 11 المجموعه الرابعه الاحد. فجرا تلعب انجلترا مع ايطاليا الساعة 1 ضمن نفس المجموعة. ساحل العاج مع اليابان ضمن المجموعة الثالثة الساعة 4 فجرا، وسويسرا مع الاكوادور ضمن المجموعة الخامسة الساعة 7. فرنسا مع الهندوراس من نفس المجموعة الساعة 10، ودايما عبر شاشة التلفزيون او عبر التوقيت البيروت. طبعا كنا نتمنى ان نكون عبر شاشة التلفزيون مستقبل، علما انه بعد لهلا ما في شيء مبين وين حتكون منقولة. عباس، قبل ما نختم بدنا نروح لخبر عن التنس. توج الاسباني رافائيل نادال المصنف اول بلقب بطوله فرنسا المفتوحه الثاني البطولات الاربعه الكبرى للتنس على ملاعب رولان جاروس بفوزه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثاني بالمباراه النهائيه 6-3 7-5 6-2 و6-4. ونجح نادال بالوصول للمنصه التتويج للمره التاسعه على ملاعب رولان جاروس بعد ما كرر فوزه على ديوكوفيتش للمرة الثانية بنهائي البطولة بآخر 3 سنوات، وهلأ هو الخامس على التوالي وهو رقم قياسي.
بالختام صبحي بدي اذكر انه فيكم تتواصلوا معنا دائما عبر صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر، ولمتابعه اخر الاخبار الرياضيه عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sport، وفيكم تحضروا جميع حلقات فيوتشر سبورتس عبر الموقع www.futuretvnetwork.com. الى اللقاء.